حديث عالمي لحديث عالمي اخر مع المهندس محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي علشان نتكلم معاه في موضوع مهم جدا خاص بالنادي الاهلي. هيكون بكره موجود في حفل توقيع مع السفاره الاسبانيه في عقد التوقيع اتفاقيه لاليغا، ونعرف منه اكتر عن تفاصيل توقيعه بكره ان شاء الله. باشمهندس ازي حضرتك؟ اهلا، ازيك يا عمر، اخبارك ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ ليك وضيفك كابتن ابراهيم، ربنا يخليك. طبعا باشمهندس بكره ان شاء الله حضرتك هتكون موجود في حضور توقيع لليغا في السفاره الاسبانيه. حابين نعرف من حضرتك تفاصيل العقود او ما هي لليغا بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، ويعني اكيد حضرتك بكره هتكون موجود ومعاك امير توفيق في بيت السفير الاسباني بالقاهره، عايزين نعرف بقى من حضرتك التفاصيل اكتر. لا طبعا، هو تعرف طبعا عمر، احنا من البدايه كنا الجزء الخاص بالجزء التعليم او الكورسات او الجزء الخاص مثلا بالدبلومه والماجستير الاداره الرياضيه والتسويق الرياضي وخلافه، كانت من ضمن برضه الحاجات اللي احنا عايزين نقدمها للنادي الاهلي، او عايزين نعملها في مصر بشكل عام، يعني هي مش موجوده هنا بشكل قوي زي بره يعني. وهي دلوقتي مهمه جدا، وهي بتبقى يعني عصب مهم جدا في او ركن كان الرياضه اهم يعني جزء التعليم هنا، مش بس الرياضه مش مقتصره على ممارسه اللعبه بس، انت برضه القطاع التعليمي ده مهم. فاحنا بالنسبه لنا كان ده هدفنا. ويمكن قبل كده عملت سفريه قابلت ناس في ريال مدريد الجامعه عشان القصه دي، ونعمل حاجه معاهم كنبقى، وبعدين الامور بتتطور يعني هنا زي ما انت قلت كده. الاتفاقيه بتاعت لاليغا رابطه النادي الترفيهي في الدوري الاسباني عامله برضه نفس البروتوكول مع جامعه في انتهى هنا في مصر اسمها اسلافكا. مظبوط. بالظبط كده. هيمضوا هم اتفاقيه خاصه برضه بتقديم الكورسات الاداره الرياضيه والتسويق الرياضي، هيبداوا يعني واحده واحده الاول ورك شوبس، بعد كده هيعملوا دبلومه، وبعد كده هتتطرق بقى الماجستير. فهم طبعا يعني في مكانة النادي الاهلي. النادي الاهلي في مصر هم بعتوا دعوه للنادي ان هو يشترك معاهم في الاتفاقيه دي ويكون مدعو، وهم طبعا حابين ومرحبين ان النادي يكون طرف معاهم فيها. فاحنا بكره هنكون متواجدين وان شاء الله باذن الله هندرس الموضوع قبل ما ناخد فيه اي قرار. ازاي حضرتك شايف ان ممكن النادي الاهلي يستفيد من وجود الاتفاقيه اللي حضرتك هتكون موجود فيها بكره؟ وازاي ممكن تعود بالنفع على الرياضه المصريه بشكل عام؟ حضرتك قلت ان هي ليها علاقه بالمجال الرياضي او دبلومه رياضيه، هل حضرتك شايف ان في مصر عندنا نقص في حته التخصص في كيفيه الاداره الرياضيه، وان حاجه زي كده ممكن تفيد الرياضه المصريه والنادي الاهلي بشكل خاص؟ اكيد يا عمر، يعني هي حاجه مطلوبه زي ما قلت لك، هي يعني الانديه العالميه كلها دلوقتي ما بقاش مجرد هي حتى بتعمل بروجرام زي ده او بتعمل كورس زي ده، اسمها لا ده في جامعات بره، يعني ريال مدريد دي جامعه، مانشستر سيتي دي جامعه، اليوفنتوس برضه دي جامعه، كله بقى ليه جامعات رياضيه متخصصه في تاهيل بقى الكوادر. انت عندك في مصر كوادر يعني متميزه جدا، انا بشوف ده يعني على المستوى الاداري او مستوى التسويق او المستوى الاعلامي كمان. فطبعا لو ده بيبقى مدعوم برضه من ناحيه اكاديميه، يعني انا ببقى شايف الناس هنا كمان او الكوادر اللي موجوده في القطاع الرياضي بيبقى عندها اهتمام وشغف ان هي تدرس اكتر وتطلع اكتر للامور دي. فانت لو حطيت لهم الفرصه في مصر هنا اعتقد الامر هيفيد، يعني هيفيد النادي وهيفيد الدوله بشكل عام، بدل ما يبقى الموضوع صعب عليهم مثلا يسافروا. ولازم انا كان واحد من الناس كنت عايز اعمل التجربه دي فاضطريت اسافر لاني ما كنتش هنا. صح مظبوط. لكن لو انت هتقدر توفرها هنا في قطاع كبير جدا على المستوى الاداري وعلى المستوى التسويقي وعلى المستوى الاعلامي ممكن ان هو يشارك فيها. وبرضه يعني يبقى النادي الاهلي دايما ليه دور رياده في الحته دي، فاحنا ان شاء الله اول نادي يعني في مصر نبدا حاجه زي كده، يعني ربنا يسهل. بنتهز وجود حضرتك معايا، وعايز اعرف اخر اخبار المتحف ايه، وايه اللي احنا وصلنا له، وامتى ان شاء الله ممكن يكون موجود متحف النادي الاهلي في اقرب وقت؟ والله يا عمر، هو الحمد لله ده كان من الملفات طبعا في المجلس من فتره، كان في كذا ملف كلفوا بيهم اعضاء مجلس الاداره، يمكن انا مكلف بالملف بتاع المتحف. طبعا متحف النادي الاهلي ده شيء مهم جدا، طبعا محتاج توثق يعني تاريخ 111 سنه للنادي الاهلي على مستوى بقى كل الالعاب وعلى مستوى حتى الاحداث، مش مجرد الرياضه بس، الاهلي ليه مواقف وطنيه وتاريخيه كبيره محتاجه طبعا.
فالحمد لله بدأنا نفكر، طب نفكر نعمله فين؟ قلنا طبعا يعني المكان اللي عريق للنادي وأقدم وأعرف مكان هو التيتش في الجزيرة. طبعا فكانت من هنا جت الفكرة إن إحنا نعمله حتى عشان يبقى جوه ملعبه جوه استاد، الناس تاخد برضه الصور نفسها بتاعة الاستاد، تخش مثلا غرف اللعيبة تتصور مع التيشيرتات، تتصور مع الجزء الخاص بالبلايرز زون يعني، وبعدين يبدأوا يطلعوا على التيتش ياخدوا صور ويعملوا جولة في الملعب زي ما بتشوف بره يعني. بعدين طبعا يطلعوا بالظبط على المتحف، من يونايتد المتحف ده طبعا يبقى بيسكن النادي الأهلي برضه بشكل طبقا الحديث يعني، فيبقى بشكل تقليدي يعني، بيستخدم فيه طبعا تكنولوجيا حديثة. وفي أكتر من شركة تقدموا يعني إن هم ينفذوا، منهم شركة اللي كانت منفذة متحف برشلونة وإنتر ميلان وريال مدريد، شركة كبيرة، وقعدوا معانا يعني أكتر من مرة، والموضوع يعني ماشي إن شاء الله يعني نبدأ فيه طبعا. هو بس إحنا الموضوع هيبقى داخل شوية في اجتهاد وبنى، لأن إحنا بنتكلم في الجزء الخاص بالمدرج القديم طبعا، أنت عارف في جزء في أي طبعا فده طبعا انت محتاج تطوره بشكل ما وتستخدمه برضه، تعيد استخدامه بقى بشكل تاريخي يعني، اللي هو يبقى المتحف النادي الاهلي ان شاء الله، وتبقى محتفظ طبعا بالمدرج الجديد المعمول عشان الجماهير وحضورها، والجزء الخاص طبعا باللعيبه هيتنقل الناحيه الثانيه، اللي هو الغرف اللعيبه والكلام ده هيتنقل مظبوط. الناحيه الثانيه عند المدرج. فهي بس قصه يعني ان شاء الله يعني، نتمنى ان احنا نقدر ننجزها بسرعه، نشوف النور بسرعه للناس ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا دكتور، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، باشمهندس محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي، وان شاء الله بكره كل التوفيق لحضرتك في توقيع الاتفاقيه الخاصه بالسفاره الاسبانيه لليغا مع الجامعه الفرنسيه سلاسكا، يعني اكيد خطوه مهمه جدا في عالم الاداره الرياضيه والدبلومه الرياضيه. باشمهندس محمد سراج قال ان هو في يوم من الايام كان عايز يعمل نفس التجربه لكن ما كانتش موجوده في مصر، فاضطر انه يسافر خارج مصر في اوروبا وخاصه في ريال مدريد علشان يحصل على دبلومه في الاداره الرياضيه. فبكره ان شاء الله النادي الاهلي يعني هيجيب التجربه من اوروبا وهتبقى موجوده في مصر علشان تفيد النادي الاهلي بشكل خاص والرياضه المصريه بشكل عام. انا شايف ان اكيد كوادر رياضيه جدا في مصر محتاجه ان هي تدرس الدبلومه الرياضيه بشكل يعني تفصيلي علشان تعرف كل شيء عن الاداره. طبعا تاني هقول مصر مليئة بالكوادر الرياضية الكبيرة.